ما هلا في رحلة حروح لمساحتنا الطبية ورح نحكي اليوم عن الأسنان والعناية فيها وطرق الحفاظ عليها، ومن هي الطرق هي تلبيس الأسنان. إيمت نلجأ إلى تلبيس الأسنان؟ من الأشخاص اللي ممكن يقوموا بهذا الشيء؟ وهل له آثار سلبية أم إيجابياته أكثر؟ كل هالتفاصيل رح تعرفنا عليها ضيفتنا بالاستوديو الدكتورة ديانا أقبيق، اختصاصية بطب الأسنان. صباح الخير دكتورة ديانا. أهلا وسهلا. صباح الخير دكتورة. خلينا نبدأ بالأول عن فكرة التلبيس، ايمت دكتورة ديانا بتنصح انه نحن لازم نعمل تلبيس وامتى لا؟ هلا اول شيء شو يعني تلبيس الاسنان؟ التلبيس هو عبارة عن غطاء، خلينا نقول مصنوع من مواد معينة على حسب نوع التلبيسة نحن اللي بدنا اياه، بيتركب على السن الطبيعي بغرض حماية السن من التلف ومن الكسر. هلا امتى انا بنصح بالتلبيس؟ هلا خلينا نحكي هيك جمله مختصره لانه هو له كذا سبب لحتى نحن نلبس. غالبا الاسنان اللي ممكن تكون تالفه او الاسنان اللي بيكون مجرى لها معالجه لبيه، غالبا انا بنصح بانه نلبسها او نحط لها تاج. نعم دكتورة، هلا صرنا عم نشوف كثير من الوسائل خليني اقول الحفاظ على الاسنان او تشكيل هيك صورة جميلة للاسنان، مو بس التلبيس، صرنا عم نشوف العدسات اللي عم تتركب وكثير من الاساليب. نحكي شوي عن مراحل تلبيس الاسنان، هل فينا نقول كل الاشخاص بيقدروا اذا لستهم مثلا الكبير بالسن مثل الشاب ولا لا؟ في معايير معينة بتقول هذا الشخص بيعمل تلبيس اسنان او لا؟ طبعا في معايير معينة. هلا فينا نقول انه كل حالة لها استطباباتها، يعني انا المريض اللي بدي اعمل له الفينير او القشور الخزفية هو حتكون عنده دواعي تجميلية، غير المريض اللي انا بدي اعمل له فول كراون او التلبيسة الكاملة، هذا المريض بدنا استطبابه بده يكون علاجي اكثر من انه تجميلي. مريض اللي انا بدي ركب له مادة مثلا تلبيسة الزيركون غير تلبيسة المعدن. المريض اللي انا عندي هو لنقول مسن او كبير بالعمر، غالبا الكبار بالعمر بيكون عندهم نقص بالدعم العظمي، فاكيد انا التلبيسه طريقتها حتكون غير الشاب مثلا اللي بيكون عنده الدعم اللثوي، شكل اللثه، خط اللثه صحيح وشكله منتظم. اكيد كل حاله لها استطباباتها. كثير من الاشخاص بيخافوا يمكن من الاشياء السلبيه اللي ممكن تنتج عن التلبيس. اقاويل بتقول انه الشخص اللي ممكن يلبس الاسنان بغض النظر عن الطريقه ان كانت صحيحه او خاطئه ممكن يتعرض لرائحه فم كريهه، لتكسر التلبيسه مع مرور الوقت، او في حال ما كانت التلبيسه كمان بشكل صحيح. خلينا نعرف شو مدى صحه هي الاقاويل وكيف فينا نحمي الاسنان بعد التلبيس. هلا فينا نقول نوعا ما انه هي الاقاويل صحيحه اذا كانت التلبيسه قد اجريت عن طبيب خلينا نقول غير كفؤ 100%، يعني غالبا التلبيسه هي او فينا نقول تاج السن هو ما المفروض يعمل رائحه كريهه طالما في تطابق كامل بين حواف تاج السن وحواف السن، فانا عامله ختم لنقول ختم حفافي. هذا الختم بيمنع تسرب طبقة البليك. هلا إذا ما كان في ختم كامل بتتسرب هون الجراثيم، بصير عنا لويحة جرثومية هي اللي بتعطي هي الرائحة الكريهة. طبعا موضوع إنه كسر التيجان طبعا هو كمان كتير وارد إذا كان مثلا عنا تاج السن عالي فقوى الإطباق كلها بتتركز عليه، إذا كمان كانت لنفترض مادة الخزف هي غير مصنوعة بعناية من قبل المخبري، يعني كمان ممكن الحق يكون على المخبري الأسنان وليس فقط على طبيب الأسنان. طيب دكتورة، خلينا نحكي عن الإجراءات اللي بتتخذوها لتلبيس الأسنان قبل التلبيس وبعد التلبيس لحتى كل يلي عم بيتابعنا يعرف هيك شوية تفاصيل قبل ما يرتعب مسبقا من دون ما يعرف شو القصة. تمام. هلا بنرجع بنقول انه لكل حاله إلى استطباباتها، يعني انا فرضا لنقول اجاني مريض هو كانت مشكلته فقط تجميليه، يعني هو عنده فراغات معممه بالاسنان، اطوال الاسنان مثلا عنده، نفترض اسنانه قصيره، اسنانه مثلا هي متصبغه وهي معنده على التبييض، فانا مثلا هذا المريض يعني اسنانه والنسج السنيه عنده سليمه، فانا اكيد ما راح اروح اسحب له عصب اسنانه وبعدين لبس له اياها، ممكن
انا بشوف الحاله شو بتستدعي، ممكن احط له زر قشور خزفيه سوري الفينير، او ممكن اذا كانت اسنانه شكلها بده كثير تعديل فانا بضطر مثلا احط له تيجان الزيركون، او خلينا نحكي على المرضى اللي استطبابهم علاجي. يعني انا مريض اجاني عنده سن مسحوب عصبه. شو يعني سن مسحوب عصبه؟ يعني هو سن فاقد للترويه الدمويه، هو سن ميت، فهو اكيد حيكون هش قصف معرض للكسر. غالبا لو وصلنا لمرحله نسحب له عصبه فهو هذا السن كثير رايح من النسج تبعه مينا عاج، وصلنا لمنطقه اللب السني، فاكيد نحن بدنا نعوض عن هي النسج اللي فقدناها بانه نلبس السن ونحط له تاج لحمايته. هلا الحلو انه حكينا عن سحب العصبي اللي كثير اشخاص بيسالوا عنه، ايمتى دكتوره بتنصحي بسحب العصب وامتى بنقول لا لازم نحن نبعد عنه في حاله التلبيس؟ في حاله التلبيس مثل ما حكيت هلا من شوي، انه انا اذا الاسنان عندي كانت سليمه وانا مشكلتي بس بشكلها، فانا بلجا مثلا لحل تجميلي، لكن حل تجميلي محافظ من دون ما انا اتعرض لبنيه اللب السني، يعني من دون ما انا اسحب عصب السن. دائما النسج السنيه هي نسج لا تعوض ابدا، فانا بحاول قدر الامكان اني انا حافظ عليها. لكن اذا انا كان عندي اسنان هي تسوس فيها كبير، أسنان لنفترض هي مكسورة، هي متصدعة، فيها تصدعات، فيها شقوق، فأنا قطعاً هي بسحب عصبها بعملها معالجة لبية وبعدين بلبسها. طيب دكتورة، في كتير أشخاص بيكونوا مدخنين زيادة وبيشربوا كتير سوائل هي بتعطي تصبغات، إن كان الشاي أو القهوة أو النسكافيه، فبيلجأوا أنه أنا طبيب ما بيجيب معي نتيجة لأنه أنا دائماً عندي عادات صحية سيئة بتخلي الاسنان يتصبغوا، فشو الحل العلاجي بيكون معه؟ هلا مثل ما حكينا من شوي انه الاسنان اللي هي معنده على التبييض غالبا وللاسف رح نضطر نحن نلجا للفينيرز او القشور الخزفيه اللي هي نحن بنبرد من السن كميه كثير قليله. يعني نحن وقت بنركب العدسه على السن نحن ضلينا ضمن طبقه المينا، ما تطرقنا لطبقه العاج حتى ما نعمل حساسيه عند المرضى، حساسيه سنيه عند المرضى. فبتوقع يعني هذا الموضوع بس لا مثل ما حكينا للاشخاص اللي هن يعني شكل اسنانهم ما بده كثير تعديل. الاسنان اللي بدها كثير تعديل رح نضطر نعمل فول كراون او تاج كامل من ماده الزيركون، اللي هي ايضا ماده تجميليه تحاكي شكل السن الطبيعي، هي بيكون انعكاس الضوء عليها مثل انعكاس الضوء على الاسنان الطبيعيه. كثير اشخاص بيسالوا يمكن عن العمر الزمني ان كان للتلبيس أو حتى على الفينير، في حالة كان تلبيس بأيدي خبراء وأطباء كفؤ مثل ما تفضلتي وحكيتي، قد إيه ممكن يكون عمر التلبيس وكيفية العناية بالأسنان بعدها؟ يعني في ناس بيقولوا خلص عملنا تلبيس ممكن ما نفرش أسناننا، ممكن ما نراجع طبيب، كيف نحن بنعتني بالأسنان؟ هلا أول شيء موضوع العمر، هلا خلينا نقول الدراسات تقول أنه العمر الافتراضي للقشور الخزفية أو لتلبيسات الزيركون المجرى بعناية شديدة هي من 10 إلى 15 سنة، تمام؟ لكن هذا الشيء كمان كتير بيرجع للصحة الفموية الجيدة عند مريض الأسنان. طالما المريض هو مهتم معتني بموضوع الخيوط السنية والتنظيف اليومي بفرشات الأسنان، أكيد هذا الشيء بيأثر على ديمومة التلبيسات. يعني معلومات مهمة، بتوقع أي شخص اليوم بده يروح عند طبيب أسنان لحتى يلبس أسنانه أو يخضع لأي عملية من هدول عمليات اللي هي تحسين الابتسامة، فصار عنده شوية معلومات أولية. بدنا نشكر وجودك دكتورة ديانا أقبيق على كل المعلومات اللي قدمتها. شكرا لكم. شكرا لك دكتورة.